انا كنقول لكم لان مو براسي انا مازال ما عرفتش شنو هي النهايه، عارفه غير البدايه اللي هي بدايه مغلوطه سيتو، عارفه لانه قال لك مات ليهم، قال لك مات ليهم الدراري اللي كان معاهم مات ليهم وخلاوه في الغابه وجاوا بحالاتهم سيناريو داروه بدون ادله بدون فهمتي. وداك الشيء حنا اش كنقلبوا؟ كنقلبوا على باش نعرفوا هذا الشيء اللي قالوه هما، حنا غادي ننطقوه غادي نحللوه. ابديك واش كنسافر معاهم يعني كنخرج معاهم؟ لا ما كانش، كان ماشي للمدرسه ومعاهم بالطوموبيل جاو هزهم باب الدار وصافي ومشاو للمدرسه وما جاش. الوغ كو شوف اللي بغيت نوصل للراي العام على ان راه الاباء والسلطات كنقولها من هنا وما كنخاف حتى من واحد، الاباء والسلطات يدهم مغلف هذه القضيه ديال الملف ديال التهامي بناني اللي ما عرفتش واش ميت او عايش، اللي ما يمكنليش نقول لك ميت كيفاش ولا عايش كيفاش، هما اللي غادي من عندهم غناخذ الحقيقه ولا ما عطاوهاش غادي ضروري غادي نعرفها. شحال من عام دابا هو ابنك يعني؟ هذه 14 عام واخا معتقلين باقي ما قروش. وهاد الدراري اللي كانوا معاه وماشي غير هما اللي كاينين وحدين اخرين في الكواليس. هاد الدراري اللي كانوا معاه شنو قالوا لك ملي قال لك مات ليهم باوفر دوز، خداو هاد الطابع ديال اوفر دوز، واخا انا بغيت نبرأ ولدي من اوفر دوز ومشي حوايج اخرين وما خافيه كان اعظم. كانت الجلسة جد سريعة لأنه كانت هناك بعض الطلبات تقدموا بها أساتذة محامون دفاع المتهمون للسيد القاضي، فأخبرنا بأنه سيتم تأخير الجلسة إلى شهر إلى 2/6 من أجل مواصلة القضيه. فحنايا موافقنا وحنا اللي فرحنا به اليوم هي تواجد ديال جمعيه حقوقيه جت ازر السيده حياه العالمي، وهذه بادره حسنه لانه من 14 سنه هذه حتى شي واحد ما عمره ما فكر انه يجي ازرها ولا يجي يوقف معها، وكان هذه القضيه راه جد بسيطه، في حين ان هذه القضيه جد خطيره وكيمكن لها تمس اي مواطن من المواطنين المغربيين وانها تقص الاولاد ديالهم. فبالتالي حنايا مازال كنطلبوا المؤازره ديال عدة جمعيات وطنية ودولية لمساعدتها في الوصول إلى الحقيقة.